انطلق العد العكسي للمشاركة 14 لأسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، 10 أيام عن موعد المباراة الأولى أمام نسور قرطاج، مدة فرضت على الجميع الانصهار في فكر جماعي يقوده إيريك غريتس لإعداد منتخب قوي في دورة الغابون وغينيا الاستوائية. الحصة المسائية بمركز تدريبي على أعلى مستوى بإستيبونا جنوب إسبانيا منحت الجميع الفرصة للتقرب أكثر من قدرة الجيل الحالي على تحقيق حلم الكأس القارية. الاستعدادات تمر في أجواء مميزة، المباراة الودية المقبلة ستعكس ذلك. نترقب المشاركة على أحر من الجمر. خلال السنوات الأخيرة تابعت كأس إفريقيا عبر التلفاز، لقد حان الموعد لأصنع الحدث مع باقي اللاعبين. لا تهمني المشاركة بقدر ما أسعى للفوز باللقب. إن شاء الله منو نديروا شيء، نجيبوا إن شاء الله كأس إفريقيا ونديروا المجهود ونلعبوا مزيان إن شاء الله. المشاركة نتمنى الله تكون عند حسن الظن ديال المدرب اللي وضع فيه الثقة وفي حسن الظن ديال الجمهور المغربي اللي كيتسناو منا الشيء الكثير في الكأس الإفريقي. 20 درجة مئوية ونسبة رطوبة تكاد تكون منعدمة، مكنت الناخب الوطني من الاطمئنان على جاهزية اللاعبين في غياب الإصابات. لقد فضلت عدم برمجة مباريات ودية أمام منتخبات قوية لكي لا أفاجأ بإصابة بعض اللاعبين. قررنا إعداد اللاعبين بدنيا بعيدا عن الضغط وكذا الوقوف عند بعض الأوتوماتيزمات التكتيكية من خلال برمجة عشرات الحصص عوض المغامرة باللاعبين في مباريات ودية صعبة. الناخب البلجيكي فضل الانفتاح على وسائل الإعلام الوطنية والدولية لوضعها في صورة ما يقع بالضبط قبل أيام قليلة عن رحلة نحو المجهول بليبروفيل. لقد وضعت ثقتي في المجموعة الحالية، لقد تحلوا بالوضوح والرغبة في تقديم الأفضل لديهم بالخصوص أحمد القنطري، لقد وعدني بعدم تلبية الدعوة إن لم يكن في قمة مستواه. الثقة الكبيرة التي تجمعني باللاعبين تستبعد أي نوع من التخوف قبل الرحيل إلى ليبروفيل. ودعنا إذن فصلا جديدا من فصول الأعداد لرحلة نحو حضور إيجابي بالكأس الإفريقية، رهان صعب يبدو بعيد المنال، إلا أن عزيمة الرجال وكاريزما البطولة التي تميز عادة الأسود تدفعنا جميعا لنؤمن بقدرة رفاق نادي المياغري على تحقيق أكبر المكتسبات في أهم تجمع رياضي بأم القارات.